مرمى فاروق بن مصطفى، الشباب السعودي، معز حسن نيس، معز بن شريفيه، ترجي. الدفاع خدوا بالكم من الدفاع، ياسين من الرياح او مرباح، اولمبياكوس اليوناني، وجدي، نسيم مهنيد الصفاقسي، ايمن بن محمد الترجي، محمد دراجر بدر بورن اليوناني، ديلام برون جنت البلجيكي، كريم العواضي النجم الساحلي التونسي، اسامه الحدادي الاتفاق السعودي. ده خط الدفاع. علي معلول، غياب علي معلول عن بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب التونسي، حاجة غريبة جدا ومفاجأة ولا مفاجأة؟ طبعا طبعا. انت لو بتتكلم النهارده بيلعب كأس عالم، صح؟ ده لسه راجع من كأس عالم. كأس عالم، صح. لا، ولو بتتكلم كمان عن علي معلول، لو انت بتتكلم عن المحترفين داخل مصر، لو انت بتقيم افضل لاعبين موجودين صراحة على الساحة دلوقتي، هما اتنين: علي معلول في النادي الاهلي، وساسي في نادي الزمالك. علي معلول مؤثر جدا في النادي الاهلي، شوف المباريات اللي لعبها كان ليه دور مهم جدا. كمان بيلعب على مش مستوى المحلي بس، ده لعب على المستوى المحلي والمستوى الافريقي كمان مع النادي الاهلي. فغيابه النهارده طبعا يعني دي مفاجاه بالنسبه لي، انه ما يكونش موجود في منتخب تونس، وكمان مش يكون موجود، لا ده موجود وموجود اساسي في الملعب كمان. ده حاجه يعني، لكن انا الاسباب يا اسلام، يعني هل محدش قال اسباب، يعني ممكن سبب اصابه، سبب فني، سبب هتبان بقى. في حاجه مهمه كمان، الراجل لعب ماتش العراق، عمل ماتش كبير قوي مع العراق، وتونس كسبت العراق 2-0. فعامل جيم عالي جدا. انا ما اتفرجتش على الماتش، حضرتك اتفرجت عليه يعني على اجزاء منه، لكن عامل ماتش كويس، عامل جيم عالي جدا يعني من الايام. هي في الاخر بقى يعني ما برضو زي انت في منتخب مصر في اختيارات ما بتقفش قدامها، لكن كل مدير فني هو في الاخر بيتحمل نتيجه اختياراته، ان هو اللي هيسال في الاخر. لكن الحاجه اللي عايز اقولها لكم بس، ان النهارده تونس زي ما انا قلت في البدايه كسبت كرات 2-1، هو شارك في اخر دقيقه في المباراه. المدير الفني ممكن يعني هو يعني شاف احتياجاته وهو اللي يسال في الاخر، لكن يعني احنا راينا في علي معلول مش راينا عشان اهلاويه بس، لا ده لا علي طبعا معلول يعني كل جماهير مصر شايفه ما شاء الله علي معلول ودوره المؤثر مع النادي الاهلي. لكن في الاخر يعني رب ضره نافعه، ده برضه هيدي علي معلول راحه مهمه، انه يعني تلاحم مواسم بالنسبه لعلي معلول، لكن هو نفسيا ممكن يكون متاثر انه مش موجود في حدث كبير زي ده. رايك ايه يا كابتن عادل في هذا الموضوع؟ والله انا اعتقد انه احتمال كبير انه حصل خلاف ما بين علي وما بين المدير الفني، على اساسه انه انت بتدفع بنجم كبير بحجم علي معلول وبتنزله اخر دقيقه، يعني طب اديله، عايز تديله 10 دقائق، اديله 5 دقائق، اديله اي حاجه، انما في اخر دقيقه دي عمليه انا شايف انها مقصوده، لان انا الراجل بالحجم ده يا اما ما بتلعبوش، يا اما اديله على الاقل 10 دقائق ينزل ينفذ لك حاجه معينه في دماغك، انما انت بتنزله اخر دقيقه اذا كان ده حصل فعلا. فدي عمليه انا بعتقد انها فيها نوع من الاهانه، لان اللي بينزل دقيقه ده بيبقى لاعب بديل انت بتنزله علشان تضيع وقت. فهل علي معلول انا بنزله عشان اضيع وقت؟ صعب جدا في راجل منتخب تونس وراجع من كاس عالم وعامل من احلى المواسم، عامل السنه دي من احلى المواسم مع النادي الاهلي في جدول دوري قوي جدا، في تلاحم كل 72 ساعة مباراة، وكان دايما النجم اللي موجود في النادي الاهلي كان علي معلول. فانت بكل المقاييس، انا كمدير فني متابع الدوريات ومتابع لعيبتي في كل انحاء العالم وشايف علي معلول عامل كل هذا الاداء، وبعدين انا اجي استبعده؟ ما اعتقدش ان علي معلول يعني راجل مهذب جدا وراجل محترم جدا، ما اعتقدش ان هو ممكن يكون اختلاف لفظي او حاجة، ما اعتقدش دي ابدا. لكن زي ما قال كابتن اسامه، هو المدير الفني يتحمل بالظبط كده، هي مصلحه النادي. مصلحه النادي طبعا الراجل بقى ياخد راحه. تمام. بلال، رايك برضو عايز اعرف رايك في هذا الموضوع. شوف، انا لا اشك ان يكون حصل خلاف ما بين المدير الفني وما بين علي، يعني لا اشك في الاسلام الانجليز. خلي بالك من المديرين الفنيين اللي مش عارف هي مالهاش غير حاجه واحده بس ما ينفعش اقولها يعني، لكن هو مدير من المديرين الفنيين اللي هم التقال، اللي هم يعني تقال في حتى في يعني في طريقته وفي كلامه وفي اسلوبه وفي طريقته، حتى هناك في تونس على فكره على طول عامل مشاكل مع الصحفيين والكلام. ما عشان كده بقول لك ما شكش ان يكون حصل في خلاف ما بينهم يعني. خد بالك يعني انت، ودي برضه بتبقى مشكله مع نجوم كبيره، انت وانت بتتعامل مع نجم غير ما بتتعامل مع لعيب عادي يا كابتن.
انت حضرتك قلت ان علي معلول جاي من كاس العالم، كلنا اتفرجنا عليه وشفنا راجل امكانيات كبيره، لعيب اساسي، لا بيلعب بشكل كويس حتى في مصر هنا بيأدي بشكل جيد. كون ان انت مثلا تتعامل معاه وتقلل من قدر النجوميه اللي موجود عليها ده، خد بالك بيأثر نفسيا على اللعيب، ممكن يخرجه عن شعوره، ده وضع طبيعي. خد بالك يعني انا ممكن النهارده انا شايف نفسي ان انا يعني استحق ان اكون اشارك، عامل سيزون هايل جدا مع النادي الاهلي، اساسي دايما، انا اللي اساسي دايما مع منتخب تونس الفترات اللي فاتت دي كلها، وفجاه بتلعب عليا لعيب تاني وبتتعامل معايا وكاني لسه لعيب بينضم حديثا للمنتخب، ده ممكن يؤثر بعض الشيء على نفسيه علي معلول، فبالتالي ممكن يكون كان في رد فعل، اعتقد من وجهه نظر الشخصيه كان في رد فعل. دي مش معلومه انت بتقول وجهه نظر كده يعني، وجهه نظر ممكن ما يكونش رد فعل سيء يعني، مش خناقه وبتاع، ممكن يكون علي معلول قال له لو انت مش محتاجني خلاص ممكن ما اكونش موجود مع المنتخب، وضع طبيعي. خد بالك يعني بعد كل الامكانيات الكبيره وكل الاداء الكبير مع المنتخب التونسي ومع النادي الاهلي، اعتقد من قيمه علي انه حتى كمان الكلام ده يقوله يعني، ممكن ومن شخصيته ممكن يقول الكلام ده، يقول انا انت لو مش محتاجني كمدير فني ممكن تديني يعني حقي في ان انا ما اكونش موجود مع المنتخب الفتره الجايه، وبناء عليه ممكن يكون تم الموضوع ده ما بين المدير الفني وما بين علي معلول، وممكن ده يعني ده السيناريو الاقرب ان يكون حصل. لكن كون ان انت مثلا علي معلول يكون عامل خناقه ما اعتقدش، مش شخصيه، مش شخصيه خالص، لا لا على الاطلاق اطلاقا يعني، مش شخصيه علي معلول. زي ما بيقول كابتن كده، هو قال له انت مش عايزني اصلا كابتن النهارده، بتنزله دقيقه بالظبط يعني، انا النهارده كراجل سوبر ستار في النادي وفي المنتخب وبعدين تتعامل معايا بالاهانه دي، اعتقد كبيره في حق نجم. ممكن لو بيتابع الدوري المصري كمان يعني، شوف في مباريات مهمه مع النادي الاهلي أكيد علي معلول حسمها كمان باهداف مؤثره طبعا في مشوار الدوري، او دوره كمان في على المستوى الافريقي يعني، مش هنقول كمان مستوى المحل، فاكيد يعني 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 لو في قرار زي كده يبقى انا الراجل ده ما كانش بيتابع اصلا الدوري المصري ولا بيتابع علي معلول، لا هو بالاسلوب ده. والنهارده كمان يعني العمليه مش هتحسب بالشكل ده، النهارده لما اجي انا لو انت مش عاملني في حساباتك طلعني بره فانا هطلعه بره بطوله مهمه، لا ما انت النهارده لازم يبقى في يعني دور تاني نفسي ومعنوي للمدير الفني، ازاي يتعامل مع لعيب نجم عنده، خاصه ان هو كمان من العناصر الاساسيه في منتخب تونس، مش لعيب عادي. خد بالك النهارده برده كانت حاجه يعني، حتى يعني انا ببص على الاخبار بقى بالنسبه لتونس، كل الناس كانت النهارده مستغربه من التشكيل اللي هو لعب بيه، لانه تقريبا كله من البلد في هذه المباراه، في مباراه النهارده الوديه امام كرواتيا، فيعني برده حاجه كانت. هو الانجليس الحقيقه راجل يعني عنده كده تطلع، عنده شطحات، معروف هو على فكره حتى في تونس نفسها ان هو ليه حاجات كده، لكن ماشي خلاص هي دي قائمه المنتخب التونسي. علي عامل جيم السنه دي وجايب اهداف جميله جدا مؤثره في النادي الاهلي، واعتقد ان المدير الفني متابع الدوري المصري، وطبعا لان فيه يمكن اربع خمس لاعبين من منتخب تونس موجودين في الدوري المصري. صح برافو عليك. صح انا يعني كنت اتمنى ان الاتحاد التونسي يكون ليه وقفه، والجهاز الفني المعاون يبقى يحتوي الموضوع ده، لو حصل خلاف يبقى فيه نوع من التقارب مع مدير المنتخب، ما يبقاش بيخسر لاعب بحجم علي معلول. لكن في كل الاحوال احنا بنشكره انه ساب علي معلول عشان ياخد رجعه. اكتر ناس نافعه فعلا، اكتر ناس سعيده بهذا الموضوع الاهلاويه تيالي. اكيد طبعا هياخد فتره راحه، لانه كان بيلعب كل 72 ساعه مباراه ومع منتخب الى جانب اشتراكه مع تونس، فهتبقى فتره يعني ممتازه جدا بالنسبه له يعني. طيب هنكمل كلامنا عن منتخب نيجيريا، لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن منتخب نيجيريا.